المهمات الفنيه، الدبلومات الفنيه 3 أو 5 سنين، المره الاولى والثانيه والثالثه 208 جنيه، المره الرابعه زادت 100 جنيه بقت 308، امتحان منازل ثانوي عام اول وثاني 300 جنيه، امتحان عمال تعليم فني صف اول وثاني 400 جنيه، وعرضنا على حضراتكم الاعدادي والثانوي. احنا معانا على التليفون دكتور طارق شوقي، برحب بحضرتك معانا يا فندم وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا يا شريف. اهلا بحضرتك. انا بس قلت الجزئيه دي وارجو اذا كان في تصحيح تصححه ليا، يعني احنا رجعنا فلقينا الارقام هي هي، لانه كان في ارقام ابتدى يتم تداولها على الانترنت وما كناش متاكدين منها، فهل اللي احنا بنقوله صحيح انها ارقام لم تتغير على مدى السنتين اللي فاتوا؟ لا، مفيش اي تغيير. انا نفسي مفاجئ بانك تعرض الموضوع ده، مفيش فيه اي تغيير. مفيش فيه اي تغيير. لا انا بس باكد يعني علشان في كلام اتقال انه في تغيير وبتاع، فانا اتاكدت وحبيت اتاكد من حضرتك مره ثانيه. لا مفيش خالص. هي تعرف السوشيال ميديا بتهوى يعني ان كل يوم نخترع مشكله ونتكلم عليها ونعمل منها موضوع، بس مفيش موضوع. نصحح برضو نصحح. عايز اسال حضرتك على الامتحانات ان شاء الله، الاستعدادات الخاصه بالفصل الدراسي، خلاص نص السنه خلص ونص السنه اللي جايه قدامنا. لا، كل حاجه ماشيه بالظبط حسب الخطه وحسب المواعيد اللي اعلنت، سواء في اولى وثانيه ثانوي او في رابعه ابتدائي. رابعه ابتدائي بس احنا اعلناها سنه نقله عاديه جدا، ولكن ده باعتبارها بتشوف النظام الجديد لاول مره، ف وعشان الناس بتسال كتير فاعلنا هذا الجدول. انما امتحان عادي خالص، امتحان الترم زيهم زي 5 و6 وسنوات النقل يعني. فسنوات النقل كلها بتتم على مستوى المدارس في مصر، ما عدا رابعه ابتدائي لان ده نظام جديد، فاحنا بنحط الاسئله وبنبعتها للمديريات عشان يبقى فيه نوع من يعني التوازن، من الاسئله تطلع بالظبط زي ما هو مستهدف النظام الجديد لحد ما يتالف مع الساده المدرسين. ونفس الشيء في اولى وثانيه ثانوي بتبقى مركزيه لان الامتحان الكتروني، بس هي طول عمرها على مستوى المدرسه. طيب كل حاجه ماشيه على ما يرام في موضوع الامتحانات والاجراءات الاحترازيه وكل حاجه. ف وخلاص يعني فاضل يمكن 3 أسابيع نبتدي رابعة ابتدائي، وراها أولى وثانية ثانوي، وسنوات النقل بتتحدد على مستوى الإدارة. مفهوم. والإجراءات الاحترازية الخاصة بالكورونا مستمرة زي ما هي، على اللي شفنا البروتوكول بقى اللي بيتم على مدى الفترة اللي فاتت. يعني كل الحقيقة بقى في خبرة كبيرة على الأرض في مديريات التعليم ومديريات الصحة، وتعاون كبير جدا وتطعيم لكل السادة المعلمين بنسبة أكتر تفوق 98%، ونشكر الدولة كلها على هذا. والطلبة طبعا ابتداعا بيزيد أعداد المتطعمين منهم، ندعوهم إليه من سن 12 وإحنا طالعين. مفهوم.